جايبه لكم هاد الشهوات الشهوات هاد التشيز كيك اللي تيجي رائع 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 بمكونات بسيطه باشياء بسيطه ما كاين لا مقادير لا حتى شي حاجه. دخلي وجيبي داكشي اللي عندك وديري كما درتي وغادي يصدق معاك لانه تيصدق وها هو قدامك. فلا ها هو قدامك وقطعت لك مرته من هنا باش تشوفي بان فعلا صادق بان الجبن اللي فيه بان شاد مع بعضياته بان البسكويت راه شاد مع بعضياته. الا بغيتي تشوفي الطريقه ديال التشيز كيك السريع الخفيف للمراه العامله وللست البيس اللي هي قناه امل اسبوع 75 فتابعي المراحل خطوه خطوه راه سهل وما غاديش تندمي. فبسم الله على بركه الله الطريقه المرة اللي فاتت بلا كريم اللي درت التشيز كيك فاليوم غادي ندير معكم التشيز كيك بلا مقادير بلا ما تكسروا راسكم وتيجي رائع تيجي هائل وبالاشياء اللي تقدروا. الا ما عندك الزبده ديري لولي كونسونطري الا ما عندك لولي كونسونطري ديري الزبده جمعي باش ما بغيتي جمعي بالعسل الا تتحبي الحلاوه. المهم انا عندي البسكويت اللي طحنتهم بحال هكا على حسب المول ديالكم. انا عندي المول هكا فخديت نص باكيه تقريبا من هذا. انا خديت هذا ديال سيريال ما فيش ملونات ما فيه حتى شي حاجه كيدير تقريبا 375 غرام. خديت تقريبا نص ديالو فوالا وطحنته بحال هكا فانتوما ديروا باش ما بغيتو. بقى عندي انا لولي كونسونطري فانا ما بغيتش نجمع بالزبده لان تخرج ليا الحبوب بزاف في وجهي فكنت غادي نجرب لولي كونسونطري. ماشي غادي نجرب غندير معكم لولي كونسونطري لان انا هو اللي كنجمع به على الاقل وكا حلوب احنا مرة غناكلو الحلاوة ماشي اشكال متناكلوهاش كل نهار. جبتو ديك المعلقة الاولى غادي نبقى تندخل فيه لانك ما حدك تدخل ما حدك فهذا ما كاين لا عبار لا فهمتي. بقاو يقولو ليكم ديرو 200 غرام هنا 20 غرام هنا هنا ديري داكشي اللي بغيتي وتيخرج وتيصدق وتيجي رائع وتيجي بنين من داكشي الرضيع عن تجربة. فقلت غادي نجرب مع لي ست البيت السيدة العاملة السيدة اللي ما تتعرفش هادشي ديال لي كادو وها هي تتعلم معانا. ها هو شوف هاكم اللي ديروا ليه بحال هكا يتجمع هذا هو القوام ديالي اللي غادي نديرو في هاد المول اللي درت فيه انا الفاتي. غادي نبدا انا دايره هاد المول غير صغير وتيعجبني اصلا حتى في الشكل ديالو. غادي نبدا تندير بحال هكدا تشيز كيك ولا اسهل. انا تشيز كيك بمكونات بسيطه ساهل ماهل بلا وجع راس بلا 20 غرام ديال هذا. انا درتو بلا كريم قال لك ما تصدقش بلا كريم ليكيد ديال 15% وصدق ليا وكليتو وجاني رائع. هذا هو هذا غندخلو الكونجيلاتور ونرجع ندير معكم لا كريم. رجعت لكم وغنتاكد مزيان بان الكاميرا راها خدامه لان المره اللي فاتت ما سجلتش ليا. عندوزو عندنا 3 عندنا 6 ديال ليكيري 6 عندكم قل ماشي مشكله. عندنا فرماج للدهن انا هذا عندي سائل بزاف داكشي باش درت 6 ليكيري وغندير هنا اقل. هنا غادي ناخذ واحد جوج معلقات عامرين كبار ديال 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 الفرماج دارتيني. غادي ناخذ لا كريم ديالي اللي هي هذه اللي قلت لكم 15% وما عدا لك صدق ليا بال تشيز كيك. وكاين شي اخوات تيقول لك ما تصدقش لك التشيز كيك الا ما كانش لا كريم فيها نسبه عاليه ماشي حقيقي. وانا غادي نديرها معكم قدامكم وغادي تشوفوا واش غادي تصدق ولا ما غاديش تصدق. وفي نفس الوقت ما محتاجه لا نديروا فيها لا لي جيلاتي لا لا كريم باتيسي. غادي نديروا غير بهادشي باش تجينا خفيفه ظريفه ونستعملوا الاشياء اللي عندنا. فهذه قلت لكم لست البيت باش تقضي اللي عندها. تاكد من الكاميرا راه شغاله لان المره اللي فاتت دارتها بيا وما خدمتش. تا
تيجي خفيف تيجي ليجي تيجي غزال 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 ما غاديش تنسمو الا جربتوه غادي نضربو اللي ما عندوش قراب يقرب غير بيديه ليكم من بعد ما حققت هاد القوام اللي بغيت غادي نديرو في الفون ديالي هكذا شفتو دابا غادي ندخل الكونجيلاتور غادي نخليه حتى لاكريم ديالي شد مزيان ومن بعد غادي نزينوه غير بالكونفيتور ديال الفرامبواز ما بغيتش نعذبكم اليوم ما بغيت نقول لكم لا سخنوا لا ذوبوا لا ديروا لا كريم لا ديروا الكوري ديال الفرامبواز غادي نستعملوا اسهل حاجه اللي هو الكونفيتور فوالا غادي ندخل التشيز كيك ديالي للكونجيلاتور غنخليه واحد 3 سوايع حتى يجمد ونرجع معكم من بعد باش نكمل لكم من بعد ما التشيز كيك ديالي ان شاء الله ناجح 100% ان شاء الله الرحمن الرحيم بسم الله على بركه الله رائع 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 انا غادي نخدمو معاكم على غادي نخدمو شوفوا الروعه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله بلا مكونات كثيره لا اشياء كثيره ها نتوما غادي نزيدو للتزيين غادي نديرو غير الكونفيتور ديالنا بحال هكذا انا ما بغيتش نكثر عليكم في الاشياء وفي الخدمه ولا لاحظتوا انا ما درتش السكر الحلاوه لان اصلا التشيز كيك البسكوي حلو وحنا بغينا نحافظوا على شويه الملوحيه ديال الفرماج والملوحيه ديال والحلاوه ديال البسكوي والحلاوه ديال هذا ديال الكونفيتور فغادي نزينو بطريقه بسيطه لان قلت لكم انا مع ست البيت اللي تدخل ودير بالاشياء البسيطه اللي عندها فراه تيجي رائع ها نتوما شوفوا وغادي نقطع معكم باش تشوفوا بانني فعلا راه تشيز كيك ناجح ما محتاجش منكم بزاف ديال المكونات ولا بزاف ديال الاشياء وتقدروا انكم تديروا قدروا نديروا لي بحال هكا بالتزيين انا ما محتاجش منا شي حاجه غادي نقطع معاكم باش تشوفوا بان راه ناجح بسم الله على بركه الله وبان محتاج منا لا جيلاتين ولا غير الجيلاتين اللي كنت حابه انني نشارك معكم ما كثرش عليكم بالاشياء
أشياء بسيطة في البيت وتيجي ناجح 100%. أنا درتو هكذا صغير، أنتم تقدروا تديروا بأي أشياء عندكم، تزوقوا بأي شيء. بغيتي تديروا الفرمواز وديروا مع السكر تذوبوا، أنا فضلت أنا ندير لكم غير الكونفيتير باش ما تعفزوش. إلا عجبكم الفيديو لايك وشير وشاركوا مع أحبابكم وصحابكم وجيرانكم والناس اللي عزاز عليكم. ومطبخ الست والمرأة العاملة مع أمل إسبوع 75، ديروا لي لايك وشير وفعلوا الجرس وتابعونا عندي طلبا وليس أمرا. وبوسة كبيرة حضر لي دائما.